وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا محمد کی نشانہ رکھو دل میں ہمیشہ تاکہ شبی مرد کمال امت مصطفیٰ تاکہ شبی مرد کمال امت مصطفیٰ محمد نے آ کر کفر کو مٹایا